شجرة أعياد الميلاد التي أهدتها دولة النرويج للمملكة المتحدة شامخة هنا في قلب العاصمة لندن، والأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد لامست جيوب المواطنين البريطانيين، لكنها لم توقف فرحتهم بأعياد الميلاد. أعياد الميلاد في المملكة المتحدة لعام 2022 كانت لها ظروف خاصة، لعل السمة الأبرز هي التقشف بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد. على الرغم من ذلك ظلت العاصمة لندن تحافظ على جمالية أعياد الميلاد. شجرة الكريسماس التي أهدتها دولة النرويج للعاصمة لندن تم وضعها في ساحة ترافالغا سكوير، أو ما يصطلح عليه بالعربي ساحة الطرف الأغر. أجواء ليلية رائعة اجتمع فيها ظلام لندن الخفيف بأضواء أعياد الميلاد لترسم صورا رائعة من قلب العاصمة، مثل شارع أوكسفورد ستريت، شارع التبضع والسياحة الشهير. العائلة الملكية البريطانية كذلك كانت حاضرة في هذه الأجواء، وشاركت المواطنين الاحتفالات سواء عبر زيارات لبعض الكنائس أو بكلمة الملك تشارلز التي شكر فيها من خصصوا وقتهم لدعم من هم في حاجة لذلك. أود بشكل خاص أن أشيد بكل هؤلاء الأشخاص الطيبين الذين قدموا بسخاء للطعام أو التبرعات أو تلك السلع الثمينة، وقدموا وقتهم لدعم من هم في أمس الحاجة إلى ذلك، جنبا إلى جنب مع العديد من المنظمات الخيرية التي تقوم بمثل هذا العمل الاستثنائي في أصعب الظروف. لقد اتحدت كنائسنا ومعابدنا ومساجدنا مرة أخرى في إطعام الجياع وتوفير الحب والدعم على مدار العام. هذا التضامن الصادق هو التعبير الأكثر إلهاما عن محبة. زوجة ولي العهد الأميرة البريطانية كيت ميدلتون قالت إنها تأسف لغياب الراحلة الملكة إليزابيث الثانية عن احتفالات أعياد الميلاد لهذا العام. سيكون عيد الميلاد هذا الأول لنا بدون جلالة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية. كان احتفال جلالة الملكة بعيد الميلاد حدثاً يجمع الناس ويذكرون بأهمية الإيمان والصداقة والأسرة وإظهار التعاطف والرحمة. في هذا العام قمنا بدعوة مئات الأفراد الملهمين الذين يعرضون قوة الترابط وقيم المجتمع، ما يسمح لنا بمواصلة تقليد صاحبة الجلالة في تقدير وشكر أولئك الذين ذهبوا إلى أبعد الحدود لدعم الآخرين. لنا إرث رائع يلهم الكثير منا بدرجة كبيرة. رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اختار المساعدة في مطعم يقدم الوجبات مجانا للمشردين في فترة أعياد الميلاد، وبدأ سوناك في خدمة القادمين للمطعم والسؤال عن أحوالهم. رجال ونساء فريق نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اختاروا بدورهم أعياد الميلاد كفرصة لدعم الأطفال في المستشفيات في مدينة مانشستر وضواحيها، وأبدوا التعاطف من أجل نشر الابتسامة على محيى الأطفال. زيارة المستشفيات مهمة حقا، نستطيع إرسال رسائل وخلق ابتسامة على وجوه الناس، سيجعل ذلك بعضهم سعداء للغاية. كنا نلف الهدايا ونقوم بتغليفها كهدية للجميع. إن إظهار دعمك لأي شخص أمر رائع. تقديم المساعدة للجميع وأن تكون قادرا على القيام بذلك هو فعلا امتياز كبير. بين فرحة أعياد الميلاد وبين ارتفاع تكلفة المعيشة في المملكة المتحدة، يحاول المواطن البريطاني أن يمزج بين فرحة الحاضر وضبابية المستقبل الاقتصادي. محمد الفنيش، قناة الغد، لندن.